هذا الشخص الذي ترون معي في الصورة هو رابور إسباني، مغني الراب الإسباني. غنى أغنية على الملك الفخري الإسباني خوان كارلوس، ونشر تغريدات على تويتر. تم القبض عليه وإدخاله السجن. حكم عليه بتسعة أشهر سجنا، تسعة أشهر من السجن، من أجل أغنية غناها على الملك الفخري دون خوان كارلوس. وتم اتهامه، قدمت له تهمتان: تهمة تمجيد الإرهاب، وتهمة أخرى وهي تهمة إهانة التاج الإسباني. وهنا المقصود بإهانة التاج الإسباني يعني إهانة الملك. لهذا تم القبض عليه في مدينة ليريدا، بإحدى الجامعات في ليريدا، يوم الثلاثاء، وتم إيداعه السجن، ومحكوم عليه بأن يقضي العقوبة السجنية التي هي تسعة أشهر نافذة. وهناك مظاهرات لصالح فابور ديل لإعفائه من هذا السجن، لكن يجب أن يتم العقوبة، وهذه هي الديمقراطية.